نيمز يوسف. ولد يوسف استس في عام 1944 حيث نشأ في عائلة مسيحية متشددة في ولاية تكساس، وكان مهتماً بشكل كبير بدراسة كتاب الإنجيل لمعرفة المزيد عن دينه، لكنه لم يكتفي بذلك الحد، بل أدى به الفضول لدراسة الديانات الأخرى. From that one person, the one that he brought his mate from, is still one person, Adam and Eve, and from them created many tribes and many nations and made them different. Allah said he made us different. So we can recognize each other. في عام 1991 قام والد الشيخ يوسف بتعريفه على أحد المصريين المسلمين، وكان اسمه محمد عبد الرحمن. وقد حاول الشيخ يوسف منذ البداية تنصير الضيف المصري، لكن محمد أعطى انطباعا ومفهوما واضحا عن الإسلام كأسلوب حياة أكثر من كونه مجرد دين آخر. I had seen his أخلاق, his behavior. I had understood that a person could actually live their religion instead of just talk about it. And I kept thinking, I want to be like that. مما أنزل السكينة على قلب الشيخ وعمل جاهدا للبحث عن المفاهيم الحقيقية للإسلام. وقد أشهر إسلامه في 15 من يوليو لعام 1991، وتبعته زوجته ثم والده. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله. منذ تلك اللحظة العظيمة التي أشهر فيها الشيخ يوسف إسلامه، وهو يسعى لتحقيق هدفه من خلال نشر الصورة الصحيحة عن الإسلام والمسلمين، وتميز الشيخ بأسلوبه المبسط والمباشر في فهم الدين الإسلامي. Our prophet, peace and blessing be upon him, he taught us that we are the nation of balance, umatun wasatun. If we can't be balanced, how are we a Muslim? وامتازت حواراته بمساعدة الناس على فهم الفكرة الصحيحة عن الله سبحانه وتعالى والعبادات والمعتقدات وتعاليم الدين الإسلامي الحنيف. Surrender, submission, obedience to his commandments, and then sincerity, to be sincere, no lies, no showing off, no ria, for Allah only. And finally, to be in peace with whatever he gives you, say, okay, thank you. This word in Arabic is one. It takes five words in English. You know what the word is in Arabic? No. Islam. Islam. Really? That's the word. Ashhadu. Ashhadu. An la. Allah ilaha ilaha illallah illallah wa ashhadu ani muhammad rasulullah bismillah rasulullah rasulullah perfect inshallah. بذل الشيخ يوسف جهودا جليله في مجالات الدعوه الى الله، وقام بتصوير الالاف من البرامج التلفزيونيه، ويمتلك العديد من المواقع الإلكترونية الإسلامية، وكان من الأوائل الذين قاموا بوضع مقاطع فيديو إسلامية على موقع اليوتيوب وقناة Guide Us التلفزيونية الفضائية. The programs and the channel are all dedicated to true faith, what it is, why we need it, how we use it in today's world, in simple English, 24 hours a day, right here on Guide Us TV. Mrs. Yusuf Estes for Guide Us TV, bidding you peace. Salam. Salam alaikum. ووظف الشيخ يوسف التكنولوجيا في عمله الدعوي من خلال المواقع الإلكترونية، مستخدما اللغة الإنجليزية بشكل مبسط وممتع لضمان سهولة فهمها من قبل الحضور، بالإضافة إلى استشهاده بالقرآن والتعاليم الإسلامية خلال حديثه. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتون إلا وأنتم مسلمون. لا إله إلا الله محمد رسول الله.